السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير وأرحب بالجميع. الصوت واضح؟ ممتاز، يلا حي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نبي نكمل اللي بدأناه المحاضرة الماضية إن شاء الله تعالى، ونستمر قدر الإمكان. ونقول يا رب، في كل مرة أوعدكم أن نحاول في الويكند أن نسوي محاضرة أو لقاء، حقيقة ما أقدر، وهذا عاد ملتف على حسب ظرفي، لكني أكاد أجزم الله أعلم أن يوفر الأيام القادمة أن أسوي شيء زي كذا، لكن يعني نقول يا رب. طيب، تقدرون تقولوا لي وين وصلنا المحاضرة الماضية؟ المشاركة، حلو. حنا في خصائص إدارة التغيير والتطوير، هذه خصائصها، ذكرنا من الاستهدافية أنها لها هدف، يعني سمارت جول، وقلنا أنها واقعية، وقلنا أنها توافقية رغبات جميع المنظمة، والفاعلية، وجينا الحين عند المشاركة. يحتاج إدارة التغيير والتطوير التنظيمي إلى مشاركة وتعاون كافة الأطراف ليكون العمل الجماعي يلتزم به كافة قوى التغيير. هذه حقيقة يا جماعة الخير. شوفوا الآن، خليني أعطيكم مثال بسيط. لما كنا نتكلم عن موضوع أن نسوي لقاء إضافي، هذه المشاركة الآن في القرار هذا بيكون قرار جماعي بيني أنا وبينكم أنتم، صح ولا لا؟ حنا هنا نحاول نغير من واقعنا اللي هو والله نقول والله بدأت التعليم عن بعد متأخر، والوقت ضيق، والاختبارات قريبة. حنا نحتاج نسوي نقلة نوعية الآن، نسوي تشاركية اتخاذ قرار يعود علينا على الجميع بالنفع. إذن الجميع لازم يدخل فيه. جينا حللنا واقعنا، متأخرون. اثنين، نحتاج وقت إضافي. إذن عندنا استاذ مادة وعندنا زملاء الحضور، طلاب الطالبات. جينا عند الطلاب والطالبات، هل يناسب الجميع؟ لا. قلنا إذن والله أصلا مسجلة، ممتاز. إذن توكلنا على الله نحدد الوقت. إذن هذه التشاركية تحتاج تعاون كافة الأطراف. الشرعية، يجب أن يتم التغيير والتطوير التنظيمي من ضمن القوانين والأنظمة والأخلاقيات والمسؤوليات الاجتماعية للمنظمة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. وش يعني هذا الكلام؟ والله اليوم نبي نطلق حقيقة الشركة اللي احنا دائما يعرفها، ما ادري الاخ محمود موجود ولا لا، هو كان مدير الشركة للأسف، ما ادري كان موجود ولا لا، خسرت في وقته، ولكن عسى الله يجيب العواقب سليمة. طيب، الآن عندنا صاحب مؤسسة أو صاحب شركة يقول والله أنا بضع خطة جديدة علشان أسوي زيادة دخل بنسبة 50%، تسوي زيادة دخل 50%. قلنا الله يحب كرامه، ممتاز يا أستاذ، شو بتسوي؟ قلنا والله يا أخي يعني بنتنشط ونبيع شوية مخدرات على شوية ممنوعات، ونبيع لنا بعد شوية أشياء منتهية مدتها بنفس السعر الصالحة. شو نقول له؟ شو نقول يا شباب؟ غير شرعية، نقول له أعوذ بالله. حلو. طيب، إذا لاحظتم إذا لابد التغيير والتطوير يكون ضمن القوانين والأنظمة. لا تجيني تقول والله أنا بسوي قوانين وأنظمة، أبسوي تغيير ولكن مخالف للنظام. طبعا لما نقول شرعية، يعني النظام مثلا في المملكة قائم على الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية هي منظمة لحياة الإنسان. طيب، الإصلاح، أن التغيير والتطوير التنظيمي يجب أن يسعى نحو الإصلاح ما هو قائم من العيوب ومعالجة أي اختلالات في المنظمة. يعني شوية مشاكل عندك، التغيير والتطوير لإصلاح هذه المشاكل، القضاء على العيوب، لمحاولة تقليل أثار هذه العيوب. إذن أنت لازم تشتغل بالطريقة هذه، لأنها واضح إن شاء الله. طيب، ترى والله قضايا مهمة جدا لما تستوعبونها، لما تقول الاستهدافية، الواقعية، التوافقية، الفاعلية، المشاركة، الشرعية، الإصلاح، كل هذه القضايا تدخل في أثناء صياغة خطة التطوير والتغيير. تعال إلى قضية الرشد، أي استخدام العقل الراشد في مقاومة تكاليف التغيير والتطوير بالفوائد والمنافع المترتبة عليه، بحيث تكون التكاليف أقل من الفوائد. يعني لحظة يا شباب، لحظة يا أخوان والخوات، يعني معليش، الآن في واحد عنده برضو شركة، الشركة هذه رأس مال الشركة هذه 500,000 ريال، نص مليون. حلو. الأخ يبغى يسوي خطة تغيير وتطوير بهدف زيادة العائد بنسبة 20%. نقول حلو، رأس مال الشركة كلها 500,000. فقال والله قالوا لنا نصحونا نسوي تغيير وتطوير، طلعت تكلفة الخطة، لاحظوا، يبغى يجيب زيادة 20%، 20% من رأس مال الشركة 20
في المئة في 500,000 يعني كم 100,000. فقرر نسوي خطة قالوا للجهة الخارجية أو ذا أن الخطة بتكلفك 400,000. شو رأيكم؟ هل هذا رشد ولا رشد؟ يوافق ولا ما يوافق؟ ماذا تقولون؟ طب لو وافق شو يقول عليه؟ أقول لو وافق شو نقول عليه؟ لا أبي تقولون على صاحب الشركة لو وافق لو سمحت أبي رأيكم فيه. مجنون مو صاحي مو حكيم. خلاص 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 طلع من السوق هذا الشركة، هذا الرجل طلع من السوق لأنه صاحي مو بصاحي. إذا لاحظتم لازم يكون العائد على التغيير العائد على التغيير أعلى من تكلفة التغيير. واضحة دي؟ وضحت الفكرة ببساطة. أنا أضرب المثال يا إخواني، ترى دائما أضرب الأمثلة وأنا مشهور عني من قديم وأنا أدرس المواد هذه. المواد هذه لازم تقوم على المثال. عندنا حنا قلت لكم ثلاثة أركان رئيسية في مهارات التفكير ستة. حنا نأخذ الثلاثة الأولى المعلومة نشرحها ثم نضرب عليها المثال عشان ترسخ بإذن الله. طيب القدرة على التطوير والابتكار، أي يسعى التغيير والتطوير تمرين نوع إلى الوصول إلى وضع مستقبلي أفضل من الوضع الحالي للمنظمة ويحقق الدعوة والابتكار الإداري في المنظمة. إذا يكون نقلتك نقلة نوعية نقلة ابتكارية. ليش؟ عشان تستطيع تستمر. اليوم أنا دائما أضرب مثال، تذكرون ما أدري أنا في مكتبة أحبها حقيقة في الرياضي طبعا ودائما أضربها كمثال، في مكتبة جميلة في الرياضي أحبها أروح أنا، لكن كل ما أروح شريت كتاب صورت في الطريقة. ليش؟ مكتبة ما فيها كمبيوترات، الكتب محطوطة على طاولات وعلى الأرض. لما تيجي تشتري تعطيه فلوس ويعطيك فاتورة يدوية. في كل مرة أشتري منهم كتاب أحط فاتورة لأني أستمتع لأنه شغل قديم. معليش هذا ما عنده ابتكار ابدا. لاحظتم؟ وهذا ترى بيشرح اكثر من مره جاي الايام القادمه بنضرب امثله قاسيه شوي على بعض الشركات وغيرها. فانت لاحظ الابتكار مهم جدا. القدره على التكيف السريع مع الاحداث نقطه مهمه. التغيير والتطوير التمرين يسعى للتاقلم والتكيف مع المتغيرات البيئيه المحيطه بالمنظمه بهدف البقاء والاستمرار. تذكرون لما قلنا تويز ار اس رفضت انها تتكيف مع التغير الحاصل في التحول إلى البيع الإلكتروني، فأعلنت اليوم بعد 10 سنوات تعلن إفلاسها. معنا مدري واحدة من الأخوات ذات المرة الماضية أنهم مدهم يهونون anyway خسرانين. تعالوا الشركة ثانية وهذه شركة مشهورة. شو رأيكم في نوكيا؟ شو رأيكم في شركة نوكيا؟ لا خليكم نابل أنا لدي نوكيا الحين. نوكيا فاشلة قديمة ماضي فاشل جديد ما تصلح. يدورون لهم شغلة ثانية يبيعون خضار. أوكي خلاص عرفنا. جميل جميل. ليش أنا ضربت نوكيا؟ نوكيا لم تتكيف حقيقة. أمثال شركات ظنت أنها وصلت للنجاح. نوكيا مثال صريح لشركة كانت في القمة. من أحد منكم جرب N95؟ أحد يعرف منكم N95؟ N95 جميل جميل. N95 في وقت كان شيء اللي معاه جوال N95 هذا يعني كأنه يسوق مرسيدس. ايوه هو يا ناصر هو الجوال اللي يفتح على فوق شيء يعني كان ثورة حقيقة. طيب ف نوكيا كانت متسيدة، كانت الاسم الاول والاكبر في سوق الجوالات، لكنها تباطأت كثيرا في التغيير والتطوير. توقعت ان ما حد بيسبقها. اللي صار فيها طلع الايفون فاكتسح الدنيا. إلى اليوم نوكيا شوف الآن إعلاناتها في الشوارع، إلى اليوم نوكيا تحاول تعود ما قدرت تعود. إلى الآن نوكيا الجوالات حطوا 700 ريال تاتش سكرين وسمارت فون. خلاص نوكيا تنازلت يوم عن عرشها. فهنا ليش؟ لأن التكيف السريع يحتاج إلى خطط تطوير وتغيير. أي تغير في السوق أنت تتغير معه. ولا راح ترجع أبدا الله أعلم، ما نعرف، العلم عند الله. لكن أرجع وأقول أن السوق متغير بشكل سريع. اليوم صارت ديناميكية التغير وديناميكية الابتكار وديناميكية يعني طحن السوق أصبحت قوية جدا. فالشركة التي ما تتحرك تحرك إلى الأمام تخسر. طيب هذه إذا خلونا ننطلق بعد ما أخذنا خصائص إدارة التغيير، خلونا ننطلق لأسباب التغيير. وش الأشياء اللي تدفعنا للتغيير؟ وعلى فكرة زي ما قلت لكم قبل ترى المادة شيقة جدا
وأيضا ممتع. طيب هناك عدة أسباب لإجراء التغيير والتطوير. خلونا نشوف الأسباب يا جماعة الخير. وش التطور التكنولوجي؟ ما عاد نحتاج نقول التكنولوجيا تطورت. التكنولوجيا اليوم أصبحت لاعب رئيسي في حياتنا. والله العالم في المستقبل ايش بتصير؟ يتكلمون عن البيوت الذكية، يتكلمون عن إنترنت الأشياء. من يعرف منكم إنترنت الأشياء؟ أنا أعرف أنكم سمعتوا المصطلح، لكن من يعرف وش معناه؟ إنترنت الأشياء، من يعرف وش معناه؟ جديد عليك. وشو حلو حلو دي بعطيكم اياها في نص دقيقه. انترنت الاشياء عشان بس بضيف لكم مثال التطور التكنولوجي وين وصل. انترنت الاشياء، انترنت ثينجز، انترنت الاشياء ببساطه انت موجود اليوم عندكم، الا وهو ان تصير الاجهزه كل جهه، كل الاجهزه عندك في المنزل متصله بالانترنت، وتصير الاجهزه تقوم بالاعمال بدل عنك. كمثال ربط كل شيء بالنت، مثلا الثلاجه مربوطه بالنت ولها برامج، الثلاجة نفسها ينقص الحليب تقوم تلقائيا عن طريق الكلاودز اللي هي السحابات الإلكترونية ترسل للخادم، الخادم الإلكتروني، خادم الإلكتروني في السحابة الإلكترونية يرسل للبقالة يقول الثلاجة سامسونج كمثال في بيت رياض الحليب حقهم مش موجود، تلقائيا يتم الشراء وتلقى بكرة تقول عليك الباب وصلك الحليب. هذا موجود الآن، بدأ ينمو إنترنت الأشياء. يعني أنت الآن على فكرة الآن مي مع ساعة 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 إلكترونية، أنا عندي ساعة واحدة، ساعة إلكترونية هذه مرتبطة بالجوال، هي بالإنترنت مرتبطة والجوال مرتبط بالإنترنت، صح ولا لا؟ قاعد الاتصالات تجيني عليها، وإذا مشيت قال لي أنت والله مشيت 10,000 خطوة، 5,000 خطوة، 1,000 خطوة، إذا قالت لي يومين ما تحرك قال ترى أنت لك يومين ما تحرك. لاحظت الربط اللي صاير؟ كيف مرتبطين هم مع بعض؟ مرتبطين بالإنترنت. هذا اسمه إنترنت كم بالضبط؟ هذا هو هي بالضبط. تطور التكنولوجيا اليوم أصبح حاجة هائلة جدا، أصبح ثورة نعيشها في كل لحظاتنا. وضربنا أمثلة مثلا على أبشر، مثلا أبشر اليوم، أبشر حل وش أنت تجدد جوازك، تجدد رخصتك، تجدد الاستمارة، تروح وتجي تعرس وتطلق وأنت قاعد في بيتكم، صح ولا لا؟ معليش عفوا يعني. طيب تطلع كل شيء تسويه وانت قاعد في بيتكم، ما يحتاج ليل ولا نهار، ما تفرق. فالتكنولوجيا وش تصنع؟ انت تحتاج انك دائما وعندك خطط جاهزة، دائما تراجع خططك، دائما تطور، لان التحدي اصبح كبير. عفوا يا جماعة الخير بسألكم سؤال، اللي بيع شركة جرير اللي تبيع الجوالات الآن، أنا طبعا لا أتحفظ على أسامي الشركات نقول إن شاء الله بيسامحونا، شركة جرير تبيع الآن جوالات، ما ينافس شركة جرير في مبيعات الجوالات. أنت الآن اللي بيشتري منكم جوال بيطلع مع الباب يروح لأقرب فرع جرير بيشتري جوال آيفون سامسونج، ما ينافسهم إكسترا. من بعد ينافس جرير إكسترا كاركو إكسيوم، من بعد سوق.com، اكسايت، امازون، اي باي، كل منصة الكترونية اليوم موجودة على وجه الارض تنافس جرير. لاحظتم التكنولوجيا ايش سوت؟ يعني بدل ما اطلع اروح الجرير واشتري منه جوال يكسر بالمية جرير 10% قيمة الجوال، انا الانترنت انا قاعد معكم الحين اشتري جوال من امازون من امريكا، صح؟ لاحظتم المنافسة وين؟ منافسة ضخمة، منافسة هائلة، مي عادية المنافسة هذه. تغير تكنولوجي صنع فارق كبير. مو بس كذا، أنا وياكم كمستهلكين صنع لي تعددية، بدلا والله ما لما أروح الجرير ولا الإكسترا أنا بروح للعالم كله بين يديني، بدخل وأسوي جوال أبل كذا 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 بشتري، تطلع لي مواقع عد وغلط وقارن في الأسعار، لا وعندي مواقع تقارن لي أفضل الأسعار بعد. لاحظتم؟ لذا جرير حطت منصة إلكترونية، إكسترا حطت منصة إلكترونية. يا جماعة الخير التكنولوجيا أصبحت لاعب خطير جدا، بل خل أقول لكم يا متخصصين في نقطة مهمة جدا. يعني كمثال
كمثال الأسواق اللي تشوفونها قدامكم، الأسواق اللي تشوفونها قدامكم الآن بعد فترة صارت تتحول للترفيه، لأن الناس بتصير تشتري تقضي وهو جالس في بيته يقضي. الخضار توصل للبيت، الملابس توصل للبيت، سيارة توصل للبيت، طيارة توصل للبيت، صح ولا لا؟ أعطيكم مثال التكنولوجيا. معلش أنا مهم أن نرسخ، لأن الجزء اليوم أصبح التكنولوجيا قاعدة تغير موازين اللعبة بشكل قوي بإذن الله. تذكرون المكاتب السياحية؟ ما نقدر نقول بتقفل الأسواق، لا، صعب نكون بالحدية دي نقول بتقفل الأسواق، لا، ولكن حقيقة عوائدها بتختلف. تذكرون وين هي الآن المكاتب السياحية؟ أصبحت قليلة جدا. وكالات السفر بالضبط، وكالات السفر أصبحت قليلة وتشتغل على قضية الفنادق. حتى قضية الفنادق أصبحت، أنت اليوم تدخل على موقع سكاي سكانر، إكسبيديا، موقع المسافر، قاعد يسوي دعايات للأسف ببلاش، طيب، وتدخل الجانب تروح يطلع لك أسعار التباكر من الأعلى للأسفل لشركات الطيران الموجودة كلها، صح ولا لا؟ وتدخل على booking.com وbooking ما بعد .com ومواقع إلى دبل. إذا أنا ما عاد أحتاج. شفت التكنولوجيا إيش سوت؟ لاحظت التكنولوجيا إيش سوت؟ صنعت حالة عظيمة يعني. بالضبط، هنا عاد التحدي اللي أنت تصنع على نفسك. إذا التكنولوجيا لاعب رئيسي، حتى الحكومات اليوم، لاحظ الحكومات. الحكومات اليوم المملكة لما تحولت إلى أبشر، ليش أبشر؟ أبشر وفر شيء هائل. أعطوني مثال على التوفير. وفر عدد موظفين كبير، لأنه أصبح كل شيء إلكتروني، أصبح الدقة أعلى، نسبة الخطأ أقل، لأن الآن لما بجدد الجواز مجرد أني أدخل على أبشر وأضغط تجديد، معلوماتي مؤكدة، معلوماتي مؤكدة في نظام الأحوال المدنية، صح ولا لا؟ تلقائيا بيسحب معلوماتي، بيعطي حاجة دقيقة، نسبة الخطأ فيها قليلة جدا. هذا واحد. اثنين، بخفض تكاليف الموظفين. ثلاثة، ايش بعد؟ بيزيد إنتاجية المواطن. بدل ما أنا أضطر إني أطلع أروح للجوازات الساعة 9 الصباح وأخلي عملي، أنا جدد جوازي الساعة 3 الفجر، صح ولا لا؟ لا، ويوصلون لك البريد لين باب البيت. توفير وقت، وصرفت جهدي في مكان ثاني. خفت الزحمات في الشوارع. انت تعرفون من اللي قد مر عليه علشان يروح جد الجواز لازم يروح الساعة 2 في الليل عشان ياخذ رقم، 2 في الليل عشان ياخذ رقم جد الجواز، يجدد جوازه. شفتوا شلون تغيرت الحياة بشكل مختلف؟ طيب تعالوا العولمة. العولمة اليوم تحدي آخر. ماكدونالدز ماذا تعني لكم؟ أبل اللي جاي تفتح في السعودية الآن متاجرها، وش تعني لكم؟ حلو ولا لا؟ باسكن روبنز وش يعني لكم؟ سبار اللي هي البقالة، وش تعني؟ أسماء موجودة الحين في الشوارع. طيب وش تعني لكم هذه؟ هذه تعني أن الشركات العالمية هذه أصبحت تدخل الأسواق الدول الأخرى، شركات ضخمة، شركات عابرة للقارات، تفتح لها أسواق جديدة. فجأت إيش؟ إذا شركة ماكدونالدز هذا البرجر اللي برا ينافس محل المطعم المحلي، ينافس بخاري الأمانة ولا بخاري الأناقة. طيب معلش، بخاري مطعم بخاري الأناقة، خلينا نسميه يعني جو كذا لطيف. فمطعم بخاري الأناقة كان أول واحد يروح يشتري بخاري الأناقة نص حبة دجاج، لكن لما جت الشركة العالمية هذه فتحت جنبه، أخذت من عدد المستهلكين اللي يجونه، صح ولا لا؟ إذا أصبحت العولمة الشركات الضخمة هذه والدول الكبيرة اللي عندها صناعة ضخمة، أصبحت حطت العولمة هذه منظمة التجارة العالمية، حطت الأنظمة، أصبحت تخترق الأسواق من الشرق إلى الغرب. لاحظتم؟ إذا لما نجي بفتح محل برجر، من المنافس لي؟ ماكدونالدز منافس، برجر كينج منافس، مدري من هو منافس. لاحظتم تحدي مو بسيط ابدا. ضعف الاداء، ضعف الاداء يحدث احيانا انك تروح تزور احد المؤسسات، انت مدير شركه زين، او انت مديرة شركه، تروحين تزورين احد المؤسسات او الشركات الصديقه،
وين رحتوا؟ الشركات الصديقة فتلاحظ مثلا عنده نفس النشاط، تلاحظ ان انتاجيتهم او مبيعاتهم اعلى، تقول يا الله الان احنا نفس نبيع نفس المنتجات وفي نفس السوق وهو مبيعاتهم اعلى من مبيعاتنا ب 40%، ايش اللي صاير؟ ماذا حدث ايها الشركة؟ ترجع شركتك وتبدا تحلل اسباب الاخفاق هذا. ليش؟ للايش؟ لان معناه انك اكتشفت ان عندك اداء ضعيف، الناس اللي زيك يبيعون بزياده 40%، يعني كل 100,000 فيها مكسب 40,000 وانت يلا تحقق لك 10%. ترجع احد اسباب المنهجيه هذه ان ضعف الاداء اللي موجود عندك مقارنه بالاخرين. ايضا من اسباب التغيير تغير الانظمه والقوانين. تغير الانظمه والقوانين كمثال، لما جت 2030، انا تحدثت من قبل عن 2030 اني اعتبرها رائعه جدا، فيها اخطاء نعم، تقول الاخ تقول فيها اخطاء بيزعلون عليك، لا، الحكومه نفسها قاعده تراجع وتعلن المراجعات هذه. الحكومه نفسها اللي اقرت 2030 لانها خطه استراتيجيه طويله لابد يمر عقبات في الطريق. شوف الحكومه، تذكرون لما شالوا البدلات ورجعوها، ايش معناه؟ الحكومه قاعده تسوي مراجعات، وجدت انه والله ان الامور تحسنت، رجعوا البدلات. 2020 خطه التحول الوطني صارت 2022 واعلنت، معناه الحكومه قاعده تراجع. لكن جت الانظمه والقوانين، جت قضايا السعوده، الان السعوده 12 وظيفه اللي تمت سعودتها. انت كشركه لما ما تتابع هذا التغير والتطور اللي يحدث في سوقك مشكلتك. الحكومه نعم تضع قوانين، تضع سياسات، اذا انت ما استطعت انك تتعايش معها مشكلتك. المفترض يكون ده السعوديه من زمان وتقول سعوده 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 سعوده. مشكلتك انك انت صاحب الشركه او صاحب المؤسسه ما اخذت الموضوع على محمل الجد. طب هم قالوا من قبل، لما جاء الان التطبيق وصاروا حازمين، يا الله ضيقوا علينا رفعوا على العماله، انا اقول شكرا. معلش شكرا. قد يكون في البدايات نقول والله مشكله ما عاد في عماله، لكن مع الوقت دائما السوق يتوازن مع نفسه. السوق يتوازن، لن يستمر السوق بالشكل هذا. زين؟ لكن على الاقل يا اخي احنا كنا نسمع دائما يقولون يا اخي معلش انا طبعا انا لست ضد الاجانب، الاجانب شركانا في البلد. الاجانب موجودين اخواننا المسلم منهم وغير المسلم، حياه الله ضيفنا يشتغل نستفيد منه. كل بلد في العالم فيها اجانب، لا تعتقدون، لا نصير حديين، لا نصير عنصريين، لا اجانب كلوا البلد يطلعون، معلش اجانب يطلعوا من البلد كلهم، معلش من بيشتغل بهذه الشغلات؟ هذا الكلام مو صحيح، يجب ان نتعاطى مع الفكره بطريقه علميه، نحن ناس يعني اصحاب علم. فالاجانب يقول لك طلعوا الاجانب كلهم، من بيسوي لنا الخبز بكره؟ شو واحد منكم بيروح خبز؟ من اللي بيسوي لي كذا؟ مو صحيح، لكن صار في عماله رخيصه، عماله غير منتجه اصبحت عبء علينا. صحيح ولا لا؟ فان الانظمه هذه راح تطلع الناس اللي عبء على الاقتصاد وياخذون من الدعم، يبقى عندنا العماله الجيده. اضافه الى تفتح فرص لنا احنا المواطنين لكي نعمل. اذا انت ايها المواطن انت ولا انا ما ابغى اعمل اطق دواسي بالجدار. ما تبي تعمل تقعد لا ما ابي اشتغل، لا تشتغل يا اخي. في غيرك بيشتغل. لكن حقيقه معلش انا دراسة في الإدارة هذه كلمة غريبة، لأنك تسمع بعض الناس يولول لما كانوا الأجانب موجودين، قالوا الأجانب كلونا الحكومة وين؟ لما الحكومة حطت الأنظمة قال يا أخي طلعوا الأجانب غلط الدنيا، طيب ايش نسوي لك طيب؟ ما فهمنا هذا. لا أنت بنشتغل وتبي الأجانب ولا تبي الأجانب، يلا عشان نحل هذه فكرتك العظيمة دي، ايش نسوي لك؟ إذا اقعد في بيتكم ولا تطق دراسة في الإدارة كل خبز. أوكي أي يعني أنا هذا اللي أقصده يا جماعة الخير. لابد نتعامل مع قضايانا بعمق. فالعماله الان هذه القوانين والانظمه، فلما تشوف بعض الشركات اللي لها 20 سنه في السوق 25 سنه في السوق، لما تغيرت الانظمه قال لك اعلنوا خسارتهم. يا اخي عجيب يا اخي، لك 25 سنه في السوق وواقف، معناه انك تكسب، في سنتين انهرت. اين المشكله؟ ابحثوا عنها. قد يكون انا شفت بعض الشركات كبيره ما حطت خطه استراتيجيه، ما عنده استعداد يدفع على الخطط الاستراتيجيه ويحلل السوق اللي فيه ووضع خطط للتغيير والتطوير، شلون الامور ابشرك ماشيه والحمد لله على قد اخوان المصريين الاشياء معدن. فجاه وعد قوانين جديده قال لك والله خسرنا، هذه قوانين مجحفه، هذه قوانين ظالمه، وخلال سنه خسر.
هل معقول شركة لها 20-25 سنة في السوق تخسر بالشكل هذا؟ إذن عندهم مشكلة صح ولا لا؟ تعالوا شوف الشركات اللي لا زالت واقفة على رجليها، ارجعوا روحوا لها وتتبعوا عملها، تلقاهم ناس يشتغلون ليل نهار. لاحظتم شلون؟ فهذه نقطة. تعالوا أيضا نجي للعمالة. العمالة يا جماعة الخير من أسباب التغيير، ترى العمالة قاعدة تتغير. أقليات اللي تشوفون العمالة اللي الآن موجودة، العمالة قبل 30 سنة 35 سنة غير العمالة اللي موجودة الآن. العمالة قبل 30 سنة يجيك واحد إخوان لنا من الهند، يجي الناس من الفلبين، من إندونيسيا، من أي ديرة في العالم. كانت الحياة ترى كانوا جادين تحمل مسؤولية غير. اليوم العمالة اللي تجيك، أقول خلنا نضرب مثال سواد، يجيك الآن سواد من الهند عمره 24 سنة معه سمارت فون ويبغى انترنت ويبغى مدري ايش، طبيعي الحياة تتغير، ثقافة العمالة قاعدة تتغير. جميل ولا لا؟ يقول تعتبر ثقافة وصفات العمالة هي هو أمر يتكرر كثيرا في العمالة. الشاب الآن لها رغبات وأسلوب حياة يختلف عن هؤلاء الذين في منتصف العمر، وفي بعض البلدان يتم استخدام عمالة من بلاد مختلفة، ويتم كذلك استبدال عمالة أجنبية بعمالة محلية. نعم يا جماعة الخير، تجيك الحين سواق ياخذ السواق، يا الله ينور، يا أخي معليش تغير في الحياة. أنت تبي يا أبو 50-55 سنة السواق اللي كنت تجيبه قبل 20 سنة زي السواق اللي اليوم؟ لا يا حبيبي، في عولمة. السواق اليوم طال عمرك مع السماعات في ذني وسمارت فون وإنترنت ويسولف طول الوقت، صح ولا لا؟ طيب قصور العقل البشري، يا سلام، هذه أنا تعجبني، هذا السبب يعجبني جدا. يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تذكرون لما يقولون العصر الحجري، يوم الناس يولعون النار بيديهم، ويوم الناس ملابسهم غريبة، ثم تطورت تحولوا إلى الطين وبيوت الوبر، ثم تطورت الأمور حتى اليوم احنا نعيش في بيوت مسلحة وبيوت مديش بعد وتكنولوجيا. الإنسان يتغير، مهما قمت بعمل هناك أفضل منه. ليش؟ كل يوم نتطور. شوف الطب قبل 20 سنة، من يذكر اللي كان يقول انه فلان جت الزايدة، قال اعوذ بالله مساكين، انفجرت الزايدة فيه ومات. كانت الزايدة يوم من الايام حالة خطيرة، زين، كانت يوم من الايام الزايدة حالة خطيرة. اليوم الزايدة يسوون لها عملية يوم وان دي كير يسمونها، يدخل الصباح يشقون بطنه يشيلون الزايدة يظهرونها مع الباب. لا ما عاد بعد يشقون بطنه، الان بالمنبار وانتهينا، يعطونا زايدة في المخبار وروح بيتهم. صحيح عمليات المرارة الآن في اليوم الواحد، يدخل الصباح الساعة 9 يسوون له، يطلع مع الباب، انتهينا. لاحظتم؟ كله يعني لاحظتم التطور اللي صار. إذا قصور العقل البشري، مهما قمنا بتحسين العمل فإنه بعد وقت نكتشف أن هناك أشياء أخرى يمكن تحسينها، أو أن نفس الأمور التي عالجناها يمكن معالجتها بطرق أفضل. هذا يجعل عملية التغيير لا تتوقف، لأن هناك دائما مجال للتحسين، وكل تحسين يعني تغييرا. طيب تغير احتياجات العملاء. شباب من اللي نعطيه الآن؟ في عندي 10 جوالات نوكيا كشاف، من يبيها؟ أحد يبغى جوال كشاف الآن؟ الله المستعان، كلكم يعني ببلاش. ده الواحد ب500 ريال، الواحد ب500 ريال ما ينقال لك أونت وأشوى، إيه أنتم أي شيء ببلاش أونت، هو كلكم انسحبتوا. كويس، أحد يشتري مني جوال كشاف جديد نوكيا ب500 ريال؟ لا. ليش؟ لأن احتياجات العملاء تغيرت. أنا وأنتم عملاء، يعني مش عملاء يعني، لا عملاء يعني كاستمرز. طيب فاحتياجات العملاء تختلف من وقت لآخر، من مكان لآخر. من اللي وش رايكم الآن لو أجيب، يعني قبل شهر أجيب الواحد منكم هدية جاكيت صوف وقول ألبسه في الصيف، يلبسه حتى بمئة ريال ما راح أخذه، والله هدية مستحيل. ليش؟ احتياجات العملاء تغير من وقت إلى وقت، زمان إلى زمان، من 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 من, من رجل إلى امرأة، من صغير إلى كبير. لاحظتم؟ ليش قلنا جوال نوكيا ما حد يبغاه ب500 ريال ولا الحين نقول ولا ب100 ريال ما اخذه؟ ليش؟ تغيرت الامور، تغيرت الحياه. الان الناس تغيرت في لبسها،
تجي واحدة تقول لها البس الملابس، ما تقول لا يا شيخ هذه قديمة. تجي شخص تقول له خذ الشيار ثاني، يقول لك يا شيخ اتق الله انت، هنا العالم راحت زين ما بهنت. طيب فهذا نقطة مهمة، هذا من أسباب التغيير. طيب أيضا تغيير إدارة المنظمة ببساطة ببساطة. الآن خلنا نفرض أني أنا أدرسكم المادة هذه، وهذا أسلوبي وقررت عليكم الكتاب هذا، وهذا طريقة شرحنا واتفقنا. لو لسبب من الأسباب تغيرت أنا وجاني واحد وجاء واحد بدالي الآن، هل تتوقعون يكون في تغيير في الأسلوب وفي المنهج وفي طريقة الأداء؟ حلو، شكرا لكم على إيه. أكيد هذا وش يعني لما تتغير إدارة الشركة؟ لو أنت الآن تغير إدارة الشركة بيجي واحد بفكر آخر بأسلوب ثاني، وقد يكون يعني يأتي بأفكار جديدة. بالضبط بالضبط، هذا اللي أنا أقوله. كل إنسان له نمط له أسلوب، صح ان المفترض انه يكون في ضمن الاداء، ولكن هذا شيء طبيعي انه يحصل. ايضا النمو growth، نمو المنظمه يعني تحولها من منظمه صغيره الى منظمه كبيره. طيب او من مركز واحد الى مراكز متعدده، او من شركه محليه الى شركه متعدده جنسيات. هذا النمو يستتبع الكثير من التغيير في الاستراتيجية والهيكل التنظيمي وأسلوب العمل والأولويات. لاحظتم فعلا أنت لما يكون عندك دكان صغير، خلنا نأخذ مثال شركة جرير. شركة جرير كانت دكان مكتبة في شارع جرير. من يعرف شارع جرير؟ من يعرف شارع جرير اللي في الرياض في الملز؟ نعم، شارع جرير اللي في الرياض في الملز، طبعا سكان الرياض، طبعا لاني ما اعرف شوارع في باقي مدن المملكه. في شارع تحليه في جده اسمها، كانت جرير في شارع، في شارع جرير اسمه كذا، كانت دكان مكتبه صغير. شفتوا الان كم فرع عندها في الرياض، كم فرع عندها في المملكه عفوا وخارج المملكه. هذه لما كانت دكان ادارتها غير السلسله اللي موجوده اليوم، صح ولا لا؟ اذا حصل لها نمو وتطور، فتحتاج استراتيجيات جديده وطرق جديده. زي الانسان، الإنسان يولد طفلا صغيرا ويكبر، كل ما كبر يحتاج ملابس جديدة، يحتاج متطلبات جديدة. بكرة دخل المدرسة يحتاج شنطة، يحتاج كتب. بكرة دخل المتوسط صار يلبس شماغة ويلبس ملابس اللي دارجة. بعد ما يدخل الجامعة لاحظت أنه يتطور ويسطر. دكتور زي البيك، واضح أن الجماعة جوعانين. طيب زي البيك صحيح. طيب المحافظة على الحيوية الفاعلة حتى الفكر يتطور، صحيح. طيب المحافظة على الحيوية الفاعلة، يعمل التغيير التطوير التنظيمي على تجديد الحيوية داخل المنظمة وسيادة روح التفاؤل والتعاون بين العاملين في المنظمة. كلام جميل. ايش معناه؟ معناه انك تحتاج الشركات والمنظمات، والمنظمات بقول لك الحيوية وش الان؟ الحيوية انك تبعث الحياة والتجديد في مكان ما. لما يصير عندك انت في شركتك دائما خطط تغيير وتطوير، مرة تدريب ومرة تغير شكل المكاتب ومرة تسوي للموظفين يسمونه روتيشن، يدور على الأقسام، هذه كلها من ضمن خطط التغيير. أنت تجدد مرة، والله تقول والله بيكون عندنا لقاء اجتماعي شهري بالشركة، أنت تصنع فارق. كمثال أنتم في البيت كسر الروتين، تخيل كل يوم تأكلون كبسة دجاج كبسة دجاج كبسة دجاج، وبعدين الأسبوع الجاي كبسة دجاج، والشهر الجاي كبسة دجاج. يعني إيش اللي بيصير في الحالة هذه؟ مش ملل، الانتحار، واحد أكثر من زهق، صح ولا نطفش؟ إذا أنت تحتاج خطة التغيير والتطوير اللي حدثت من غير من كبسة دجاج إلى إيش؟ مقلوبة دجاج. لا ما يصلح، هذا ما يصلح، لازم يكون تغيير خطة حقيقية. يعني جميل ولا لا؟ في البيوت تجد الشخص مثلا الربات المنزل كل ما اخذت لها فتره تخالف مغير الكنبات، مغير كذا، معليش. صحيح والله، يعني امثله ترى الانسان، لان اللي يقود التغيير والتطوير هو الانسان. في المنظمات في الشركات ترى يغيرون بين فتره وفتره، انتقال مكتب، هذا مكتبك هنا يودي في جهه ثانيه، يغيرون ما تلاحظون. عفوا في شيء مهم جدا، ما تلاحظون بعض الاحيان تدخل بعض البقالات والاسواق تلقاهم انقلوا مثلا
قسم المعلبات حطوه في آخر الباء وجابوا قسم آخر محله، لاحظتوا ولا ما لاحظتوا؟ ما تعرف أحيانا تدخل الأسواق الكبيرة مغيرين أماكن أماكن الأرفف ليش؟ يبي يشعرك، يشعر الزبون أوه مكان جديد، هو مجرد لأنها عملية نفسية، مجرد أنك تبدأ تفكر بطريقة مختلفة أصلا بتشوف الزوايا مختلفة، تقول والله يا أخي يا حليلهم أنيسة البقالة، هي مش أنيسة عشان يلخبطونا. طيب كيف كمان؟ طيب هي الوناسة في وين؟ الوناسة انهم كسروا عليك الروتين، تدخل كل مرة وتروح عارف وين محل الخبزة اللي انت بتاخذها بالضبط، هو لفت انتباه كسر الروتين، هذه من ضمن خطط التغيير والتطوير، صح ولا لا؟ مثال على التغيير والتطوير الموديلات، موديلات الملابس، الازياء، ترى تغيير وتطوير. وش اللي يصير في خطط التغيير والتطوير في الازياء؟ صناعة ضخمة، صح ولا لا؟ كله تابع نفس القضية، في الأخير إيش؟ الهدف منها حل المشكلات، تطوير أداء المنظمة، زيادة دخلها، المحافظة على التنافسية لها في السوق. والله المستشفيات ما أدري، لكن برضو يمكن يعني السيارات كله يدخل في نفس. لاحظتم أنتم الآن لما انطلقتم تفكرون في الموضوع وجدتم أن كل شيء يقع بإذن الله تحت فائدة التغيير. تخيل الآن العالم، لو جبتكم الآن قلت له وش رأيك يا فلان بشتري لك سيارة موديل 85 جديدة تاخذها؟ طبعا الحين فلان وفلان، طبعا الحين الحليب صار يسبوه، ما حد ماخذها صح؟ موديل 85، احنا الحين نتكلم عن 2018، من ياخذ سيارة موديل 85 قديمة ما اعرفها؟ اوكي طيب هذا حالة مختلفة بين السواق إلى موضوع ثاني. أيضا من الأسباب تنمية القدرة على الابتكار، تنمية القدرة على الابتكار، التغيير والتطوير التنظيمي يصنع مجال الابتكار في طريقة الإجراءات والمنظمة والشكل والمضمون. خلينا بناخذ أحد مستقبلا، بناخذ في المادة أمر مهم جدا، أحد تطبيقات التغيير والتطوير اللي هو الهندرة، تيجي تغير الإجراء بالكامل، تغير الإجراء بالكامل. فأيضا خطر التغيير والتطوير تقول والله شوف، خليني أقول لكم مثال. من أول قديما الواحد لو بغى يشتري ملابس وين يروح؟ يطلع من البيت يركب سيارته يروح السوق يشتري ويرجع بيته. تطورت الأمور شوي، صار يرسل أحد، بعدين الحين يقدر يدخل ويتسوق بالإنترنت ويوصل للبيت، صح ولا لا؟ الحين من النت، شكرا. لاحظتم تغيرت الأمور، الأمور تتغير بسرعة، التوافق مع متغيرات الحياة. يساعد يعني التطوير التنظيمي يساعد تكيف المنظمة أن تتأقلم مع العوامل البيئية المتغيرة المحيطة بالمنظمة، وتساعد المنظمة على اقتناص الفرص. عندما تطور بيئتك الداخلية والخارجية، البيئة الداخلية لبيئة المنظمة فيما يخص عملية الإنتاج والعنصر البشري، وأيضا تراعي التغير في البيئة الخارجية، ذكرنا منهم المنافسين والأنظمة والقوانين والمستهلكين، أنت تستطيع أنك تتوافق مع متغيرات الحياة بسرعة، ولما يحدث تغير في السوق تجد نفسك تتغير معه بسرعة. ما يصير مثل ما صار فيك في إيش؟ الأخ أبو كشاف. من هو؟ من هو الأخ أبو كشاف؟ نوكيا، الله يرضى مجرم. والله نوكيا كان واحد من زملائكم في الماضي، يقول تحسرت بنوكيا، بس إن شاء الله نوكيا ما مقاضينه، بس هو مثال ممتاز لل. طيب تعالوا، زيادة مستوى الأداء أيضا من الأسباب، زيادة مستوى الأداء بتحليل نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية، بيساعد هذا الأمر على تعزيز نقاط القوة ومعرفة نقاط الضعف في المنظمة. كمثال طبعا طبعا كل شركة، أنتم تعرفون كم تصرف الشركات والدول على شيء يسمونه الـ R&D. ممتاز، أحسن سليمان بن داير، R&D Research and Development. أنا أذكر قديما كلام سمعته من زمان، من زمان يعني مو بالآن، أكيد الآن تغير. أذكر يقولون شركة تويوتا، هذا كلام سمع من أكثر من 10-15 سنة، شركة تويوتا وقتها كانت تصرف 800 مليون دولار سنويا على تطوير التغيير. قل لي يا رجل 800 مليون؟ إي أوف، بس كم سيارة تبيع؟ كم سيارة تبيع؟ لا بس كم سيارة تبيع؟ تعتقدون التغيير والتطوير يجي ببلاش؟ تعرفون إيش معنى البحث العلمي؟ البحث العلمي تكلفه، البحث العلمي الجوال اللي في يدك اليوم، البلاك بورد اللي احنا قاعدين ننطلق منها، هذه نتائج بحث علمي،
الشركة اللي طورت البلاك بورد كم كسبت يا جماعة الخير؟ كم كسبت من أموال طائلة للمسوق؟ لكن كم اشتركت؟ جوال أبل ولا جوال جالكسي ولا جوال سين من الجوالات كم كلف على الشركة؟ كم يدفعون سنويا عشان في الأخير يبيع كومة جزاز؟ معلش عفوا يا شباب، عفوا يا شباب، الجوال اللي فيه كان، لو جيت واحد منكم وعطيته جوال يسمونه ماكس اكس، انا ما بفهم فيه، ما يبراعي ايفون واجد، لكن خلينا بيجي الايفون الجديد اللي قيمته 4600 ريال الان، لو جبت واحد كمخته في الجدار وكسرته عطيتك اياه تاخذه اكس ماكس مكسر تاخذه؟ لا ما تاخذه. ايش معناه؟ معناه قيمته بالنسبه لك صفر صح، لكن حقيقة قبل لا ينكسر كانت قيمته 4500 ريال، صح ولا لا؟ صح. وش اللي خلى قيمة شوية قزاز على شوية أسلاك على شوية بلاستيك قيمته 4500؟ صح ولا لا؟ لاحظتم؟ عرفوا شو؟ البحث والتطوير. نعم، حول كومة القزاز اللي انت ما تناظرها وكومة الأسلاك اللي انت تكنسها وترميها الله يعزكم الله بالزبالة وشوية البلاستيك اللي تقول يا شيخ شلوها عنا فشلتونا، حولها إلى، جمعها على بعض من خلال التطوير والابتكار وحولها إلى 4500 ريال. يعني يمكن مجموعة كلها ما كلفت 300 ريال وبيع كياب مكسب خيالي جدا. عرفتم الآن ليش الاحتياطي حق أبل تجاوز تقريبا 100 مليار دولار؟ anyway صناعة صينية ولا مو صينية، نتكلم عن الفكرة، الجهاز نفسه القيمة في هذا الابتكار. لاحظتم يا اخواني؟ لاحظتم ايش معنى؟ عرفتم الان؟ هل الان عرفتم ليش ال 100 مليار مي بواجع على التطوير؟ لما ابل تبيع لها مليون قطعة جهاز ب 4500 معناها كم حققت؟ 4 مليار ونص. 4 مليار ونص يا شيخ، يعني معليش 4 مليار ونص شيء رهيب جدا. طبعا يتبيع اكثر، العوائد اكثر، اقروا يعني ارقام فلكيه. طيب اظن ان نتوقف هنا، واشكر لكم تفاعلكم الجميل، والحقيقه مجموعه رائعه ممتعه في الحوار والنقاش واثراء، وانا مستمتع انا شخصيا يعني كل مره ادرس الماده هذه. اذا كانت المجموعه مثلكم استمتع، انا شخصيا استمتع واتعلم، والله يسعدكم يا رب. واي سؤال انا حاضر، يعني نقول يا رب نكون عند حسن، اول شيء عند حسن الظن ونستمر في النجاح. الله يسعدكم، شكرا جزيلا، شكرا، وان شاء الله ان شاء الله ما اوعدكم لكن بحاول والله قدر الامكان. انا استمتع في النقاش معكم، الله يرضى عليكم، هذا من طيبكم، الله يسعدكم. أي سؤال أنا حاضر، عندكم المنتدى، عندكم الإيميل، أبدا يسعدني تماما. الأسئلة إن شاء الله تكون سهلة، أظن الأسئلة في حد ذاتها ونخوك ليست صعبة إذا أنت تتعايش مع المادة. أنا طبيعتي ما أجيب شيء من برا المادة، قلت لكم من قبل هذا الكتاب اللي أنا أشرح منه وأنتم مطالبين في اللي أنا أشرح عينه، لن أتحداكم أجيبكم شيء من برا، طريقتي وأعلنها بوضوح، لن أتحداكم أجيب شيء من برا. زين، اللي بيتابع لقاءات الحية معاي وأنا أشرح من هذا الكتاب، يعني أنا بالنسبة لي هذا اللي قلت لكم من أول، هذا اللي قلت لكم من أول، أنا هذه طريقتي وهذا اللي أنا ملتزم فيه، عشان كذا لا أعتمد ملخصات الآخرين وتفريغاتهم هذه لكم، لكن أنا أعتمد الكتاب اللي أشرح منه وأقول لك اللي أنا شرحت الآن أحاسبك عنه في الاختبار، لا ما راح أجيبك شيء غريب. الكتاب موجود في المنتدى. نسوي مراجعة إن شاء الله، أنا متعود. والله كل ما جيت أفهم شيء قلت رؤية 2030، ما فهم ذلك المشكلة في 2030 ولا في المثال، ما فهمت.
أنا حقيقة بحكم أني متخصص في الإدارة وأنتم متخصصين زيي، خطة 2030 نعيشها بتفاصيل مهمة زين، وهي أفضل تطبيق حقيقة الآن موجود للتعامل معها لمعرفة كيف انطلقت كخطة استراتيجية، خططها التنفيذية، خططها التشغيلية، مراحلها مهمة جدا. أيضا قاعدين نتابع نجاحاتها، نتابع أخفاقاتها. الحكومة نفسها تسلف، الحكومة نفسها قاعدة تقول احنا هنا قاعدين نعدل، احنا نسوي مراجعات. تذكرون أنا أذكر كان وقتها صادف في الترم الماضي وأنا أشرح أن خرج وزير المالية الجدعان جميل وقال أن احنا الآن عدلنا 2020 صار في 2022 لأنه وجدنا أن نحتاج أن نعدل. هذا أمر بحد ذاته مهم. على فكرة الجدعان تعرفون أنه خريج جامعة الإمام؟ بالفائدة بس. وزير المالية الجدعان هو خريج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. كليتكم. أو خريج جامعتكم. إيه هو الدكتور مو بدكتور هو بس الوزير المالية الجدعان هو خريج جامعتنا. لا أبد الله السؤال استيسير. إن شاء الله يكفينا ندرسكم ونستمتع بتدريسكم الله يجزاكم خير. الدكتور الحقباني ايضا اللي كان وزير العمل السابق ترى خريج الجامعه، ايضا خريج جامعه، خريج الكليه، ترى خريج كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه. الله يجزاكم خير. شكرا شكرا، انتم تستاهلون اكثر. طيب ان شاء الله بيصير، طبعا في النهايه بيصير في مراجعات. ابي انا عادتي اعطي اكثر، العاده 12 لقاء، والاصل انا العاده اعطي 14 لقاء، وعادة سوي مراجعة، وأي سؤال نحاول نجيب عليه بإذن الله تعالى. الله المستعان، الله المستعان. شكرا للجميع. أي سؤال؟ أي سؤال؟ إذا في أمان الله. شكرا للجميع. أنا أقترح عليكم تطلعون من القاعة الآن أو القاعة الافتراضية عشان نقفلها ويمديها تنزل أسرع وقت ممكن. الله يرضى عليكم. أي سؤال؟ ما في أسئلة. عندكم شيء ولا؟ شكرا. في أمان الله. عفوا. في أمان الله. استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله.